وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والإعلامي الأستاذ سعيد الحمد. مساء الخير سيد سعيد. بداية قبل الدخول في حيثيات هذه التسريبات، كان لكم مقال نشر في صحيفة الأيام تحدثتم فيه حول عقدة الحكم في نظام قطر والحالة السيكولوجية التي نتجت عنها. كيف أثر ذلك على تعميق الأزمة القطرية وأطال أمدها؟ نحييكم والحقيقة أن عقدة الحكم في 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 قطر في الدوحة هي عقدة البحث عن دور أكبر من حجمها وأكبر من دورها الطبيعي المناطبها. هذه العقدة أثرت كما هو سؤالك على أساس أن هي تريد التوسع والامتداد وإثبات أن هي صاحبة دور أكبر منها بالعدوان على دول الجوار وبإقلاق دول الجوار وبتمويل الحركات الإرهابية للنيل وضرب دول الجوار. هذه العقدة شكلت في مسيرة الحكم في قطر، شكلت الحقيقة عائقا وشكلت قلقا لأبناء دول الخليج، وشعورا بأن لا يؤتمن جانب الحكم في قطر. وهناك حوادث وشواهد كثيرة على ذلك لا نستطيع الإسهاب فيها، ولكنها موجودة وموثقة، ولعل تزوير الوثائق لمحكمة العدل الدولية التي تقدمت بها بادعاء أن هناك أراضي ولها في البحرين، هذا التزوير 82 وثيقة مزورة تقدمت بها الدوحة فقط لترضي نزعة عقدتها ودورها الذي تبحث عنه. نعم سيد سعيد، بالعودة إلى التسريبات الجديدة القديمة حقا حول التدخل المباشر للنظام القطري في قناة الجزيرة، قد يكون ذلك معلوما بشكل مباشر أو غير مباشر حتى الآن، ولكن ما هي قراءتك لهذه السياسة الإعلامية التي تنتهجها قطر؟ وهل من الممكن أن نذكر أنها من منطلق العجز لكي تلجأ أو يلجأ النظام القطري إلى وسيلة كقناة الجزيرة لتسوق فيها سياساتها الهدامة؟ الحقيقة أنا عندي سؤال للجميع، من يصنع القرار الرسمي في الدوحة الرسمية؟ هل قناة الجزيرة هي التي تصنع القرار وتتبعها الحكومة القطرية؟ لأننا لاحظنا بأن قناة الجزيرة تشكل رأس حربة منذ إنشائها في سنة 96 لإثارة القلاقل والفتنة في 4 دول معروفة: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، واستمرت على مدى ربع قرن من الزمن تحلت فيه هذه الدول الأربع بسعة الصدر ومحاولة التفاهم والجلوس حول طاولة مشتركة والبحث عن مشتركات، ولكن الدوحة ونظام الدوحة أوعز لقناة الجزيرة أو قناة الجزيرة أوعزت لنظام الدوحة بالاستمرار في تمويل الإرهابيين وهي قفزة بالتدخلات. هل وجدتم إرهابيا واحدا يعمل ضد هذه الدول العربية لم تستضيفه قناة الجزيرة؟ إنها تبحث عن الهاربين من وجه العدالة في الدول الأربع والصادرة بحقهم أحكام قضائية وتستضيفهم على حسابها في الدوحة فقط للنيل من هذه الدول الأربع وتشويه سمعتها بناء على مجموعة فبركات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، فقط تشويه السمعة وإقلاق الشعب. أنا أريد أن أسأل نظام الدوحة، لمصلحة من يجري ذلك؟ هل هو لمصلحة الجوار؟ وهل الجزيرة تخدم أجندة عربية وحدوية؟ أم أنها تخدم مشروعا مشبوها غامضا
تساعدها وتدفعها إليه حكومة قطر التي لا تريد أن ترعوي وأن تنتبه بأن هناك جوارا وأن كل دولة تلعب دورها حسب حجمها وإمكانياتها السياسية وموقعها وتاريخها وجغرافيتها. نعم. التاريخ والجغرافيا والسياسة، أنا أقصد التاريخ السياسي والجغرافيا السياسية تلعب دورا في حجمك وفي قرارك وفي تأثيرك الدولي، وليس دعم الإرهاب والإرهابيين وتمويل الحركات المارقة لضرب الاستقرار وضرب الشعوب وضرب الأنظمة والانقلاب على المؤسسات الشرعية هو السبيل إلى ذلك. نعم، السيد سعيد الحمد، شكرا جزيلا لك على مداخلتك القيمة.